السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من برنامج الفيزياء ممكن نرسم بعض الحاجات المفيدة في المباني، وليكن على سبيل المثال الأوفيس لاي أوت. أختار هنا الأوفيس لاي أوت، أبدأ أرسم مثلا روم بالشكل دوت. أقدر أتحكم في الحجم بتاعها زي ما أنا عايز، أقدر أرسم وول مثلا من هنا، اسحب اهيت الول، اقدر اتحكم في حجمها، اقدر ارسم وول تانية، خلي مثلا الول من هنا لهنا، تمام، او ممكن اخليها بشكل مايل بالشكل دوت. اقدر اضيف غرفة تانية، تمام، بمقاسات مختلفة اقدر اتحكم فيها. بالشكل دوت اقدر اضيف سبيس، اقدر اضيف اوبننج زي ما انا عايز، دور من الغرفة دي للغرفة ديت. اقدر اشوف اي حاجة مثلا عايز احولها لول احولها عادي، ديسبلاي اوبشن اللي انت تشوفه، الفريم، الهيدر، البانل كلوز، الول عايز اشوف دبل لاين ولا سنجل لاين، الويندوز عايز اشوف ايه فيها، السبيس، تمام، تقدر تحدد اذا كنت عايز تشوف حاجه بالتفاصيل بتاعتها ولا لا. تقدر تضيف سبيس، بتلاقي بعض الحاجات الاوفيس فرنتشر زي مثلا التيبل، وتقدر تضيف كراسي طبعا، تمام، وتقدر تتحكم في الزاويه بتاعتها، فبتعمل زي فرش كده للمكتب بسهوله. في تفاصيل كتيرة موجودة، هيت أشكال موجودة، أي حاجة من هنا تقدر دراج اند دروب تضيفها للشكل زي ما انت عايز.